السلام عليكم خوت، كي داير؟ بخير مزيان. جينا عند سي نور الدين اللي هو استقبلنا لأحسن استقبال. مرحبا مرحبا، استقبلنا واحد الاستقبال زوين اللي تقبل تحدي من جميع الأبطال. و سي نور الدين، شنو شكون هما هاد الأبطال اللي بغاو يوصلوا بدراهم؟ خويا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم اخ الكريم، تحياتي ومرحبا بك اخويا. الله يعطيك العافيه. تحياتي الابطال ديال التحدي اللي هو نقدم لكم راسي نور الدين الشينوي. تحياتي خويا سالم روبيكس، تحياتي خويا يوسف الشادو، تحياتي اسامه مرطيل، تحياتي جمال الزاري، تحياتي وهيب السوفيتي، تحياتي مصعب دراغو، تحياتي كورتاطا، تحياتي محمد بصفيحة، تحياتي ميلاس عطاني، تحياتي لهم داخل الوطن وخارج الوطن، وكنعطيهم تحية اللي ما غيوصلو بها، تحياتي لهم بزاف، رغم الأبطال ديال التحدي اللي ما غيوصلو بها، تحياتي لهم. وأنا خويا نور الدين، شفناك خرجتي في واحد الفيديو كتقول فيه أنك أنت ثاني واحد خرجتي بطل من مدينة سيدي الغرب، بغينا نعرفو شكون هو أول بطل. يعني انت الثاني وشكون الاول؟ يعني الدراري ولا السباحين كلهم بغينا يعرفوا شكون هو البطل. البطل الاول اللي خرج مدينة سيدي عيال الغرب هو معشر البواد، تحياتي ليه، هو دابا استقر في امريكا. تحياتي ليه بزاف، وكنسميه القدوه ديال مدينة سيدي عيال الغرب. وتحياتي خويا معشر البواد عبد نور الدين مرقب بالشيرو، تحياتي خويا مدينة سيدي عيال الغرب. مدينة سيدي عيال الغرب باقا تهضر عليك اخويا معشر، وتحياتي لك اخويا. خويا نور الدين، شكون هما القدوة اللي هزوا الراية ديال المغرب؟ القدوة خويا ديال البلاد ديال المغرب، ديالك انت القدوة، القدوة ديالنا كامل ديال المغرب وديالي انايا، هو بدر عارف، ابو زعيتر، مصطفى قصر، القدوة اللي هزوا الراية المغربية كامل، تحياتي ليهم. ونعرفوا يعني السيدة كاملة كتهضر، يعني بغات تعرف فوقاش الكومب ديالك، أول كومب ديالك. بصراحة كيسولوني الناس بزاف، تيهضروا معايا في الفيسبوك، تيهضروا معايا في الواتساب، انستغرام، تيقولوا لي اخويا نور الدين كومبا فوكس كومبا فوكس. قلت لهم انا راه كاين حدث صحي، حنا كنحسبوا الحدث الصحي هو الاول. ان شاء الله مورا رمضان ان شاء الله غادي يكونوا كومبا، يمشي على كومبا ان شاء الله. شكون اللي كيشوفوك هاد الايام؟ يعني كتريني غير في الغرب، شنو السبب اللي كيخليك تريني تما؟ بحال هكا يعني كنشوف التريننغ غير في الغرب، يعني نعاود نشوف شي قاع رياضي ديال التريننغ، يعني نشوف غير في الغرب. خويا انا بصراحة اصلا بديت بالهواء الطاق، بديت في الطبيعة، بديت عليا الرياضة في الطبيعة، هادشي اللي كاين. وبغي نعرفو، كنشوف الدراري الصغار كيبقاو غادي، كتبقى انت غادي في الطريق ومتابعينك، يعني كيفاش؟ يعني انت محبوب عندهم، يعني كيفاش؟ بصراحة هو الدراري الصغار بصح كنت تتفرج في الفيديو ديالي بزاف، وتحياتي للأطفال. بصح كنت تلاقاو معايا بزاف، تريني ديالنا بغيت نولي في حالك، بغيت نولي في حالك، بغيت نولي في حالك، وأنا بغيت نتريني ديالهم، بغيت نفتح لاصال، ولكن مقيس الإمكانيات، مقيس الإمكانيات باش نفتح لاصال، فهمتي؟ يعني مقيس لي يعاونك؟ لا مقيس لي يعاونك، ومن هنا لقدام شنو؟ أما قدام إن شاء الله باغي مدينة سيدي عيال الغرب، باغي نخرج منها أبطال، بغيت ندير واحد لاصال، بغيت نحل الدراري، اللي كندير أنا بزاف تنحل فري فايت، بغيت ندخل فري فايت هاد البلاد هادي، باش أبطال الدراري الصغار مدينة سيدي عيال الغرب غاتجي ملعبة، ماشي طالب، وهادشي اللي كاين أخويا، مقدرتش أنا دابا نتريني دابا الدراري الصغار، بصح كاين اللي كيبقى محروم من لاصال، فهمتيني؟ كاين مسكين قال الله يحسن العام، كاين مسكين بوا ما عرفش باش يخلص على لاصال. انا كنحيدو ديك الدرس اللي تلقى محروم من ديك لاصال، تنحيدها له باش يجي معايا، ولكن ملي تنخرج على راسي ملي كنتريني معاه في الطاق ديالها، علاش؟ ما تخافهاش دابا ما يتقدرش يدير شي رور ولا شي حاجه ولا يتهرج منها. تولي انت المسؤول عليه. مع ديك لاصال مسؤول عليه. تولي انت هو المسؤول عليه. احسن حتى ما بغيت شي واحد اللي باسكو هذا معايا ودعمني، يقول لي اخويا ها هو لاصال كذا،
بحال هي الاطفال فهمتيني، ولا اصلا باغي نطلع اطفال جداد من صغر باغي نطلعها ولا قدوه ان شاء الله مدينه سيدي هي الغد، باغي يخرج ابطال بلاد البلاد ان شاء الله. ردين شنو هي الكلمه الاخيره اللي باغي تقولها للابطال اللي باغين يوصلوا؟ الكلمه الاخيره خويا الابطال اللي باغين يوصلوا الانسان يكمل المسيره ديالو، لكن هذا الشيء اللي راه يوصل راه يوصل في بلاد اللي فقاش العالم، المهم كمل راك توصل ان شاء الله باذن الله ان شاء الله توصل. عدلنا بزاف وكمل المسيره ديالو المستقبل زين. أي بطل تحية الأبطال ديال التحدي، تحية الأبطال ديال المغرب كامل، تحية الأساسيدة ديال المغرب كامل، تحية ديال المغرب كامل. الحركة ديالك حركة سكون.